السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونون بخير. وياكم الست حنين جواد، معلمة الاجتماعيات للصف السادس الابتدائي، مركز تنمية الإبداع الدولي في العراق. اليوم ما راح ناخذ محافظة الديوانية، ابقوا وياي حتى نشوف ونشرح الدرس. محافظة الديوانية، الموقع الجغرافي لمحافظة الديوانية تقع في القسم الجنوبي الأوسط من السهل الرسوبي. تقع محافظة الديوانية في القسم الجنوبي الأوسط من السهل الرسوبي، هذا هو الموقع الجغرافي. إذا إجاك تعريف عرف محافظة الديوانية، تذكر أنه هي أحد محافظات وطننا العراق، تقع في الجزء الجنوبي الأوسط من السهل الرسوبي. تعريف أي محافظة يجيك بالوزاري، تطلع أنه المقدمة وهي أحد محافظات وطننا العراق، هذه ضروري أنه تكتبها. بعدين تطلع موقع المحافظة، كل محافظة وين موقعها، تكتب مثلا محافظة هوك وهي أحد محافظات وطننا العراق، تقع في أقصى شمال وطننا العراق وهي أحد محافظات إقليم كردستان. هذا لهنا أنه يكون تعريف مضبوط. أي محافظة ضرورة تكتب الموقع مالتها. إذا محافظة الديوانية تقع في الجزء الجنوبي الأوسط من منطقة السهل الرسوبي. هنا نعدكم منطيكم بالخارطة اللي هي بالكتاب موجودة. هذه هو موقع محافظة الديوانية في القسم الجنوبي الأوسط من منطقة السهل الرسوبي. أما عندنا هسه ما ناخذ التضاريس. تعد تضاريس محافظة الديوانية ضمن منطقة تضاريس السهل الرسوبي. تضاريس المحافظة هي تضاريس منطقة السهل الرسوبي الذي يتصف بالانبساط التام. شنو انه هو السهل الرسوبي؟ شنو مميزاته؟ الانبساط التام، ولا ترتفع اراضيه عن 4 او بين 4 الى 12 متر. اراضي هذه المحافظة ما ترتفع من 4 الى 12 متر، ويشغل السهل الرسوبي مساحة واسعة من اجزاء المحافظة. اذا المحافظة المساحة الواسعة من اجزائها يكون هو منطقة السهل الرسوبي المنبسط. يقول لكم باستثناء الاقسام الجنوبية الغربية من المحافظة، اقسام الجنوبية الغربية من المحافظة ايش تتميز؟ تتصف بسيادة الكثبان الرملية. الجنوبية الغربية من المحافظة شو تكون؟ شي يسودها؟ يسودها الكثبان الرملية. نعيد التضاريس. إذا تضاريس محافظة الديوانية هي تضاريس سهل الرسوبي. شي يتميز السهل الرسوبي؟ يتميز بالانبساط التام في معظم أجزاء المحافظة، ولا ترتفع أراضيه بين 4 إلى 12 متر فوق مستوى سطح البحر، باستثناء الأجزاء أو الأقسام الجنوبية الغربية من المحافظة يسودها طابع الكثبان الرملية. هسه وصلنا إلى مناخ المحافظة. رح أعطيكم معلومة لكم، إنه إحنا التسمية الدارجة دائما نقول المناخ، الأصح المناخ. المناخ هو ما ينيخ فيه البعير أو يبرك فيه البعير، هذا المكان يسموه مناخ. الأصح الحالة الطقس اللي هو المناخ. فبعدين بالدروس الجاية إنه عرفنا إنه حالة الطقس تسمى بالمناخ. إذن مناخ محافظة الديوانية، تقع المحافظة ضمن المناخ الصحراوي الذي يتميز. شو يتميز؟ يتميز بارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف واعتدالها في فصل الشتاء. إذن مناخ محافظة الديوانية، تقع محافظة الديوانية ضمن المناخ الصحراوي. شي يتميز بارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف واعتداله في موسم الشتاء. أما أمطاره فتتسم بالتذبذب وتصل بين 150 إلى 300 ملم. هذه هو مناخ المحافظة. إذا مناخ محافظة الديوانية هو المناخ الصحراوي، اللي قلنا انه المناخ الصحراوي دائما في الصيف يكون حار، اما في الشتاء معتدل درجة الحرارة. امطاره تتسم بالقلة والتذبذب بين 150 الى 300 ملم.
الآن عندنا طرق النقل والمواصلات. أقولكم تضم المحافظة شبكة من طرق النقل البرية اللي تربطها بالمحافظات المجاورة. إذن محافظة ديوانية تضم شبكة من طرق النقل البرية اللي تربطها بالمحافظات المجاورة. هذه ما مناعتكم، هذه الطرق هي للإطلاع، وذاكر لكم أنه هي للإطلاع فقط. يقولكم أيضا تضم المحافظة شبكة من سكك الحديد التي تربطها بالعاصمة بغداد. إذا عندها شبكة أو خط سكك حديد تربطها بالعاصمة بغداد، واللي هو ذاكر لكم الخط هذا ضروري ماما، هذا مو للإطلاع، هذا ذاكر لكم إياه، خط سكك حديد محافظة الديوانية اللي هو بغداد بابل الديوانية المثنى ذي قار البصرة، إنه هذا خط سكك حديد يربط بغداد بالمحافظات الجنوبية. منو هذا الخط؟ شنو؟ بغداد بابل الديوانية المثنى ذي قار البصرة. هذه هو ما يخص طرق النقل والمواصلات. عندنا الموارد المائية، قولكم تعتمد المحافظة على نهر الفرات وتفرعاته. إذن شنو الشريان الحيوي للمحافظة اللي تعتمد عليه يا نهر؟ هو نهر الفرات وتفرعاته. إذن يقولكم يعد نهر الفرات وتفرعاته الشريان الحيوي لمحافظة الديوانية. نظرا لتعدد تفرعاته في المحافظة يمكن تقسيمه على الأقسام الآتية. إذن هذني شنو ذاكر لكم يا تفرعات نهر الفرات؟ عندنا شط الديوانية وهو أحد فروع شط الحلة. شط الديوانية هو أحد فروع شط الحلة. عندكم شط الشامية وهو أحد تفرعات شط الهندية بعد مدينة الكوفة. شط الشامية هو أحد تفرعات شط الهندية بعد مدينة الكوفة. أما شط الدغارة هو أحد تفرعات شط الحلة. شط الدغارة هو أحد تفرعات شط الحلة. عندنا الأخير شط الشنافية هو امتداد لشط الكوفة. شط الكوفة اللي هو في محافظة النجف. إذن شط الشنافية هو امتداد لشط الكوفة. هذه ماما التفرعات، تجيكم أما تعريف أو تجيك فراغات صح وخطأ. إذا إجتك فراغ مثلا يقول لك فراغ هو أحد تفرعات شط الحلة، شنو هذا اللي هو أحد تفرعات شط الحلة؟ شط الدغارة. أو يقول لك مثلا عرف شط الشنافية، تقول هو أحد الموارد المائية الموجودة في محافظة الديوانية وهو امتداد لشط الكوفة. هذه إذا أجاك في صيغة تعريف. أو يجيك مثلا شط الديوانية هو أحد فروع شط الحلة، صح لو خطأ؟ صح. هذه تحفظها تجيك بعدة صيغ كسؤال. إذن هذه ما يخص الموارد المائية لمحافظة الديوانية. ننتقل هسه ماما هنا عندكم هاي الصورة موضح لكم إياها موجودة عندكم بالكتاب، إنه هو هاي شط الديوانية. عندنا النشاط الاقتصادي اللي ينقسم إلى الزراعة والصناعة. عندكم تتمتع المحافظة بالعديد من المقومات الاقتصادية، منها أول شيء راح ناخذ الزراعة. أقولكم تتميز المحافظة بتنوع المحاصيل الزراعية فيها. عندنا المحاصيل الزراعية اللي هي محاصيل الحبوب كالرز والقمح والشعير. المحاصيل الزراعية كالرز والقمح والشعير، هذه هي ثلاث محاصيل اللي هي تصنف ضمن محاصيل الحبوب، الرز والقمح والشعير. أما المحاصيل الصناعية كالقطن وزهرة الشمس. قلنا المحاصيل الصناعية نقصد به هي المحصول اللي يدخل في الصناعة، مثلا القطن يدخل في الأنسجة القطنية. عندنا زهرة الشمس يدخل في صناعة الزيوت، هذه تسمى محاصيل صناعية اللي هي القطن وزهرة الشمس، يقولكم فضلا عن زراعة العديد من أشجار النخيل. إذن نعيد المحاصيل الزراعية، عندنا محاصيل زراعية كالحبوب اللي هي القمح
والرز والشعير، أما المحاصيل الصناعية اللي هي القطن وزهرة الشمس، فضلا عن زراعة أشجار النخيل. أما الصناعة يقول لكم تشتهر المحافظة بتوفر العديد من الصناعات، من أهمها أو ما من ضمن هذه الصناعات الموجودة في محافظة الديوانية اللي هي الصناعة الغذائية والصناعة الغزل والنسيج والصناعات الإنشائية والكيميائية. إذن الصناعات في محافظة الديوانية عندنا الصناعة الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وأيضا الصناعة الإنشائية والصناعة الكيميائية. لهنا لما ما خلص درسنا لهذا اليوم، قبل أن نختم الدرس أتمنى أنه تحضروا لي ورقة وقلم، راح أعطيكم سؤالين تخص محافظة الديوانية، أتمنى أنه تجاوبون عليها، وإذا تقدرون تنزلوا ليها بالتعليقات حتى أشوفها. السؤال الأول، ما هو مناخ محافظة الديوانية؟ السؤال الثاني، عدد أهم الموارد المائية الموجودة في محافظة الديوانية. أتمنى أنه تجاوبوها، هاي بعد ما تقرأ الدرس وتجاوبني على ذول السؤالين. لهنا أنا ماما خلص درسنا هذا اليوم، نلتقيكم بدرس جديد لنكمل النبذة التاريخية لمحافظة الديوانية، وإلى اللقاء.